طويلة نحو رأس ليس موتيز اللي يلعبها بطريقة ذكية وإلى باقي يحول الكرة للزاوية، زاوية لفائدة فريق الوداد البيضاوي. ونتابع الفرحة ديال يونس المنقري بعد تسجيل الهدف ضربة زاوية بدات بطريقة جميلة أيوب الخليطي، ولكن تدخل ديال الدفاع دائما لفائدة فريق الوداد، وهدف هدف ثاني للوداد على البيضاوي. والمسجل هو محمد بن رباح، محمد بن رباح يضع الوداد على البيضاوي مرة أخرى في المقدمة. الهدف الثاني بطريقة جميلة يمكن نقول بأنه بنفس الطريقة ديال يونس المنقري، سديدة قوية لم تترك أي حظ للحارس عبد الإله باقي. أكيد بأنه غادي نتابعوا إعادة ديال الهدف. كانت هناك زاوية ضربت الثابتة شكلت خطورة كبيرة على مرمى الحارس عبد الإله باقي، والتموضوع ديال محمد بن رباح بالرجل اليمنى يسدد الهدف الثاني لفائدة فريق الوداد البيضاوي. تسديدة جميلة وقوية لفريق الوداد اللي كيتمكن أنه يضيف الهدف الثاني في حدود الدقيقة 11. إذا تفوق حتى الآن وتقدم الوداد البيضاوي بهدفين.